يا رفاق، لماذا لا نجعل البركة أكبر؟ نعم نعم، هيا. أبراكادابرا، تصبح البركة أكبر. ليلي، لماذا لم تقولي لي أن هنالك فتحة في البركة؟ لم أكن أعلم أنه سيحصل شيء، لأنها كانت صغيرة جداً. عندما نجعل البركة أكبر، سوف تصبح الفتحة أكبر أيضاً. انظري، لم يعد لدينا ماء، والآن مخالبي مبتلة أيضاً. لنذهب إلى المنزل لنجففك. لا، علي أن آخذ حيواني الأليف إلى الطبيب. تاتي، هيا لنذهب، أنا مبتل جداً. تاتي، الجو حار جداً، لقد جففت من الحر. هل يمكنك تغيير الجو إلى بارد أكثر؟ لا ميسيفو، تغيير الجو ممنوع. انظري تاتي، ماذا يوجد هناك؟ لا أعلم، لنذهب ونرى. البطيخ المنعش، تفضلوا تفضلوا، البطيخ المنعش للصيف الحار. واو، تبدو شهية. تاتي، لنشتري اثنتين. اثنتين؟ حسناً، واحدة لك وواحدة لي. يا سلام. تفضلي يا تاتي، وهذه لميسيفو. شكراً جزيلاً سيد تينو. إلى اللقاء، أتمنى أن تنال إعجابكم. لا 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 لا، لدي بطيخة لذيذة. لا 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 لا، سوف آكلها اليوم. أوه، ما هذا الحر الشديد، لا أستطيع أن أحتمل. البطيخة ثقيلة جداً، لا أستطيع حملها. نعم، هذا صحيح ميسيفو. يمكننا أن نجعلهم أكبر لندحرجهم بدلاً من حملهم. أبرا كدبرا، يتحول البطيخ إلى عملاق جداً. تاتي، هذا أفضل بكثير. ندحرج البطيخ، لا 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 لا، حتى نصل المنزل، لا 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 لا. أنتم أيضاً تدحرجون الكرات؟ دحرجوا دحرجوا لنستمر بذلك. نحن ندحرج البطيخ مثل الخنافس. إلى اللقاء يا خنفسة. إلى اللقاء يا رفاق. تاتي، ماذا فعلت؟ أعتقد أنها العصا السحرية، لست أنا. أوه لا، البطيخ يتدحرج بعيداً. أسرع، أمسكناها أمسكناها. ها؟ أركض. ميسيفو، ما هذه النجوم؟ ما هذه العصافير؟ وماذا سنفعل الآن يا تاتي؟ لا نستطيع أن نأخذها إلى المنزل هكذا. هذه مشكلة، ولا أعرف أين عصاي السحرية. وما رأيك بأن نأكلها؟ حسناً. لذيذة جدا. تاتي، أين أنت؟ أنا هنا. علينا أن نأكلها بالكامل، وإلا سندحرجها. هذا صحيح. آه تاتي، لا أستطيع. وأنا أيضا. تاتي، والآن ماذا سنفعل بهذا البطيخ؟ أنا
أنا ممتلئ جداً، لا أستطيع. أوه، هنالك الكثير من الطعام. إنها تدغدغني. وأنا أيضاً، لكنني لا أستطيع التحرك. أيتها النملة، هل يمكنكم حملنا إلى المنزل؟ وسنعطيكم البطيخ. بالتأكيد. هيا احملوا تاتي وميسيفو إلى المنزل. شكراً جزيلاً أيتها النملة. لا شكر على واجب. لا أعتقد أنني أستطيع أن أتناول البطيخ بعد الآن. وأنا أيضاً. مرحباً يا رفاق، انظروا ماذا أحضرت لكم. اشتركوا بالقناة. ميسيفو، لا يمكننا الاستلقاء طوال اليوم، علينا أن نتمرن. لكنني لا أريد يا تاتي، أنا قطة، القطط تنام طوال اليوم. هيا ميسيفو لنتمرن. لا لا وألف لا. هيا لنلبس ملابس الرياضة. لكنني لا أريد يا تاتي. لكن عليك ذلك يا ميسيفو. أبراكادابرا، تصبح تاتي وميسيفو بملابس الرياضة. هيا لنخرج. سوف نبدأ بالركض. لكنني لا أريد. أنا أعرف كيف سأجعله يركض. ميسيفو، انظر إلى الخلف، انظر. ماذا؟ سلحفاة! هذا سريع جدا ميسيفو. لقد تعبت جدا جدا، سأنام الآن. ميسيفو استيقظ. ماذا تريدين يا تاتي؟ علينا أن نتسلق لأعلى التلة. لكنني لا أريد. إذا لم تتسلق لقمة التلة سوف آكل البوظة لوحدي. بوظة؟ يا سلام! لقد اختفت. ها هي هناك. أنا قادم. مرة أخرى. هذه المرة لن تهرب. إنها لذيذة جدا. التمرين التالي هو المشي على الجسر. هيا ميسيفو لنذهب. لكن الجسر مكسور يا تاتي. حسناً، سنقفز إذن. اقفزي أنت يا تاتي، أنا أريد أن أنام. هيا ميسيفو. مرحبا. هنالك ثعبان على الشجرة. ماذا؟ ثعبان على الشجرة؟ هنالك ثعبان. نجونا بأعجوبة. والآن علينا السباحة إلى الجهة الأخرى. لكنني لا أريد أن أسبح. لكن ميسيفو، علينا أن نسبح حتى نصل إلى المنزل. أرجوك تاتي. لنذهب بالقارب، ما رأيك؟
لا ميسيفو، لدي فكرة أفضل، لنتحول إلى أسماك صغيرة. ماذا؟ أسماك صغيرة؟ نعم ميسيفو، أسماك صغيرة. أبراكادابرا، نتحول إلى أسماك صغيرة في النهر والبحر. هيا إلى الماء. هذا جميل جداً. انظر إلى هناك ميسيفو، إنه سلطعون. هاي هاي هاي. أحسنت ميسيفو، كان ذلك رائعاً. كان ممتعاً جداً تاتي. ما هو التمرين التالي؟ ما هو؟ ما هو؟ لن نتمرن ميسيفو، أريد أن أرتاح الآن. ماذا؟ أوه، والآن دوري، انظري. ها، والآن أريد أن أرى كيف ستركضين. ها؟ لا تنسوا المشاركة. تاتي، أشعر بالملل الشديد. وأنا أيضاً ميسيفو، أشعر بالملل. والآن أصبحت جاهزة للغوص، لكن أولاً سوف أرسم البحر. معكم؟ طبعاً ليلي. هاي. ليلي، لماذا تلبسين ملابس الغوص؟ لأنني كنت ألعب لعبة البحر. تبدو ممتعة، هل يمكننا اللعب معك؟ نعم، أعتقد ذلك. هنالك ليلي، كيف صنعتي المحيط هنا؟ لقد لونته بألوان سحرية. تاتي، أنا شائف. وأنا أيضاً، لكنه جميل، انظروا. أوه، علينا الذهاب إلى منزل ليلي لنوقف الماء. كيف نفعل ذلك؟ هل لديكم أي فكرة؟ لدي فكرة، نذهب بالغواصة. فكرة رائعة ميسيفو. أبراكادابرا، الغواصة تأتي لإنقاذنا. واو، هيا لندخل الآن. ليلي، لم أكن أعرف أنك رسامة ماهرة. نعم، إنها ماهرة جداً. شكراً، لكن كيف سوف نصلح هذه الفوضى؟ سوف أرسم حفرة بالألوان السحرية على الأرض لكي ينزل كل الماء فيها. رائع. مرحباً أيها القرش الجميل، كن حذراً. أوه لا، القرش المسكين. لا تقلقي يا ليلي،
أبرا كدبرا يصبح القرش صغير جداً. والآن أصبح لديك قرش صغير. يا سلام يا سلام يا سلام. أنا لدي فكرة لنرسم كعكة الشوكولاتة العملاقة على الحائط. اشتركوا بالقناة واضغطوا الإعجاب.